في هذه القمة، كما كان لافتا أيضا في حضور السيد الكاظمي في قمة جدة. اليوم الحضور البارز للجانب العراقي الأكثر حاليا مع دول عربية، زيارات الكاظمي السيد الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، إذا كانت السعودية وحتى الآن إلى مصر، ما الدور الذي ربما تغير بالموقف العراقي تجاه المنطقة العربية، وأنت تعلم بأن إيران هي الآن مسيطرة نوعا ما على القرار السياسي في العراق؟ أنا باعتقادي أن موضوع العراق موضوع أكبر من المرحلة الحالية. العراق يعني شارك في القمة المصرية الأردنية في القاهرة عام 2019، وشارك في جميع القمم حتى هذه القمة السادسة التي تعقد في مدينة العلمين. أطلقت العراق مشروع الشام الجديد أو بلاد الشام الجديد، وكانت من توقعاتي أن ينضم دول في مجلس التعاون الخليجي إلى الشام الجديد، وستنضم لاحقا سوريا ولبنان ودولة فلسطين والكيان الإسرائيلي لاحقا وبعض الدول. وأنا أعتقد أنها هي مقدمة لإنشاء منظمة شرق أوسطية جديد تكون فيها دول الشرق الأوسط بإضافة إلى الدول العربية، تركيا وإيران والكيان الإسرائيلي إضافة إلى هذه الدول العربية في هذه المنظمة، كنموذج أو محاكاة لجامعة الدول العربية. أنا باعتقادي أنه هذا المشروع يتدحرج ككرة الثلج، انضمت الإمارات في قمة العقبة إلى هذه الاجتماعات الثلاثية فأصبحت رباعية، ثم الآن تنضم البحرين فأصبحت خماسية. وأنا باعتقادي أنه هناك دول كثيرة ستنضم إلى هذا الموضوع وستكون جزء من مشروع اقتصادي استثماري. طيب. إقليمي.